يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله سماحة الشيخ مكي. شلونكم سيدنا العزيز يا نورعيني؟ بشرون عنكم سماحة الشيخ مكي. خادمكم سيد حيدر يا بعد عمري. الله سيد بخير، صل على محمد وآل محمد. الله يخليك سيد حيدر، أمرنا يا نورعيني سيد العزيز. حياك الله، والله استفسار إن كان وقتكم يسمح. أهلا وسهلا بحاول، أمرني. حياك الله، هل أقام الإمام الحجة الحجة على الأمة قبل غيبته؟ أقام الإمام الثاني عشر سلام الله عليه الحجة على الأمة قبل أن يغيب؟ ما فهم سؤالك. يعني الإمام الثاني عشر غائب بقاله 1200 عام، فهل قبل أن يغيب أقام الحجة على الأمة ولا لم يقم الحجة وهرب واختفى؟ هو لم يختفي، هو لم يختفي حبيبي، يعني هو موجود ولكن نحن لا نراه، هو يرانا ولكن نحن لا نراه. إنه يراكم هو وقرين حيث لا ترونه؟ نعم، هو فعلا نعم. هو قبيل من حيث لا ترونهم ولا، يعني هو يرانا ونحن لا نراه. يا حبيبي هو موجود فيه ولكن بعنوانه، ولكن نحن لا نستطيع رؤيته. نعم، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني هو الامام سلام الله عليه. سؤال سؤال يا انت من اي دوله؟ انا من مصر، من مصر، موالي من مصر. لماذا كاتب حيدر الموسوي؟ موالي، أنا موالي. لماذا كاتب حيدر الموسوي؟ أنا لأن أنا موالي يا سماحة الشيخ. حبيبي أنت اسمك حيدر الموسوي؟ ما هو الإمام في كتاب النجم الثقفي حول الإمام الحجة الغائب له أكثر من 100 اسم، فعادي إن أنا أسمي اسم أكثر من اسم، يعني عادي إن أنا أسمي. أنا محب السيد حيدر. حبيبي أنا محب السيد حيدر. سؤال يا حبيبي. نعم. من هو سيد حيدر؟ سيد حيدر يعني سيد من آل البيت، بحب السيد حيدر فحطيت صورة. يا حبيبي هذا يعتبر كذب على الله ورسوله، إذا أنت لست بسيد حيدر فكيف تقول أنني سيد حيدر؟ ما هو ده سمحت شيخ مكي، هذه من التقية. الإمام سلام الله عليه قال التقية ديني ودين أبائي ولا دين لمن لا تقية. عذرا يا حبيبي، عذرا يا حبيبي، من ابتدأ على كذب سينتهي بكذب في أمان الله. طب آخر كلمة شيخ مكي، أنت الآن في بث مباشر فسكر. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. استفدنا من هذا الاتصال من المعمم الشيعي المسمى بإيش، خليكم معايا كده، مكي العبودي. استفدنا من مكي العبودي اليوم إن الإمام الثاني عشر يرانا ونحن لا نراه، هو وقبيله من حيث ونحن لا نستطيع أن نراه. لماذا؟ اسأل بقى نفسك لماذا، يعني لأنه هو أكيد من سبحان الله وساوس الشيطانية وسبحان الله اخترعها هؤلاء الإمامية وأصبحت دي. المهم ساب كل الموضوع، أنت السيد حيدر، أنت من أي دولة؟ سبحان الله تحسنك في محكمة بيسألوك أسئلة غريبة كده.